هاي قضية ماموريات. كل نظام ولا كل دولة ولا كل شعب عنده عنها نظرية وعنده لها مفهوم، وياسر من الدول اللي تبنى هاي قضية ماموريات، تحديد الماموريات ممل عليهم من الخارج. وما معناها عني أنا مهم عندي تغيير الدستور من أجل مأمورية ثالثة ولا رابعة ولا خامسة كما يطالب بها البعض. يقر قضية فعلا على مستوى الشعوب، وأنا نحتسب أنا قناعتي أنا عن الديمقراطية، ترسيخ الديمقراطية يكمن في دستور يعود ثابت، والتغييرات الدستورية تعدل على أمور أساسية لاهي يستفيد منها البلد بعيد عن الأشخاص. هذه قناعتي أنا شخصيا، وهي اللي دائما نقول ما يخص الدول. كل دولة عندها مشاكلها، كل دولة عندها طريقة تسير بها، وكل شعب حر أيضا في الأبقى يغير دستور يغيره مصلحته. يقال أنا نحتسب عن التغييرات الدستورية يعطي تعود في مصلحة مؤسسات قوية وبرامج تعود مهمة للبلد ليتثبت الأمن وثبت الاستقرار وترسخ الديمقراطية في الدول. ربط الأمور بأشخاص ولا ربط الدولة بشخص أنا نحتسب عنه توجه خاطئ وتوجه ما هو منتج، لأن زي يقول البعض يربط الدولة بشخص عمل مين مش عمل الشخص لا يتخلق. على كل حال ما نقال عنها فكرة صالحة ولا نقال عنها فكرة صائبة، لأن ما في شخص بعد قاعد يقدر يتم عايش الدعاء كامل، وبالتالي لابد من يمشي به ربونها. وبالتالي ما يعتمد تعود عندها مؤسسات قوية وعندها خطط صالحة وعندها ديمقراطية هي ثابتة مبنية على أسس ومؤسسات قوية. هذا هو المهم، هو الذي يتقدم به الدول. ربط الدولة بشخص ربط بفكرة الشخص ما نقال عنها صالحة، لأن الأمور والأفكار والأشخاص يزولوا والأفكار تتغير. هذه أفكار تعود صالحة اليوم بدأ الزمن ومنتجة وتعطي نتيجة للبلد، يغير مع الزمن هذه الأفكار تتغير تماما في المدى الصالحة. أي النظرة اللي عندي أنا في قضية المأموريات وقضية الدستور وقضية تغيير الدستور.